أسعد الله صباحكم أحبتي الغاليين. حملة طبية متعددة التخصصات المنظمة من طرف المندوبية الصحة بعمارة المحمدية وبشراكة مع جمعية أصدقاء مستشفى مولى عبد الله بمركز تشخيص وعلاج أمراض المزمنة بلدعة المحمدية. معنا الأخ والصديق والجمعوي صالح الزوق. تحياتي اخي خالد، مرحبا بكم. كما تشوف اليوم مركز امراض المزمنه في المحمديه كيصبح عدد كيتبولي عدد من المواطنين من المرضى وداكشي فيما يخص الحمله الطبيه التي تقوم بها بتنظيم مندوبيه الصحه المحمديه بشراكه مع جمعيه امراض مركز امراض المزمنه بشراكه مع جمعيه المشفى الاقليمي المحمديه وبشراكه مع جمعية الائتلاف الدبلوماسي. وهذا كنشكر الجميع اللي شاهم في المجموعة من ضمن المستوصفات داخل المحمدية اللي قاموا بواحد الحملة تحسيسية مسبقة فيما يخص مدونا بواحد 160 من المرضى بهذا المركز هذا. وكما كتشوف اليوم الحملة راه غادا في اتجاه ديالها الصحيح. الناس المرضى تيدوزو تيمشيو فرحانين، كاين الأطباء على تخصصات هنايا وجميع الأمراض اللي كاينة هنا في سميتو راه كيقوموا بها الأطباء. ونتمنى تشوف هذاك الشيء بسميتو باش تنظر للقافلة وتشوف القافلة كيفاش كتمر. ونتمنى الأجواء إن شاء الله تمر بخير وعلى خير. وكنشكر جميع الصحافه والجميع اللي ساهم في هذه العمليه ونشكر الجميع اللي حضر معنا. وشكرا لك اخي تفضل. شوف ممكن تدخل معايا اخي صالح، ممكن تعطيني تعريف بهذا؟ كما تلاحظ هنا في البدايه الناس كيدوزوا هنا كيتسجلوا في البدايه، ملي كيتسجلوا كيمشيو للبيت كيعملوا التحاليل فعند الاطباء سميتو راه ممكن تحاول تما راه الامور غادا بخير وعلى خير ومن بعد كيوجهوهم للتخصصات اللي غادي يقوموا بها. اتفق يا صالح. بالنسبه مثلا بعد هذه الجمعيات تعطي الدواء لبعض المستفيدين؟ لا، كتعرف هذه جمعيه الامراض المزمنه هي عندها سنويا عندها مرض ديالها كتكلف بالادويه ديالهم سنويا، كل واحد كتعطيهم الدواء ديالهم لمده 6 شهور. كل الامراض المزمنه كتقوم بها الجمعيه وراها ديال الحصه الثالثه ان شاء الله في السنه، وكتوزع الادويه ديالها. ولاول مره كتحضر معنا الصحافه لان كنا كنقوموا بهذاك الشيء في سيتو، ولكن اضطرينا باش نوجهوا الصحافه باش نوجهوا الراي ديال المحمديه اشنو كتقوم به جمعيه اصدقاء المشايخ المحمديه تحت اشراف الطبيب الدكتور الواعي وبعض اعضاء الجمعيه المشكورين والناس اللي كيساهموا معنا من قريب ومن بعيد، الاطباء ولا ممرضين ولا شبه ممرضين. ونشكر الجميع ونشكر مندوبيه الصحه على المد هذا المساعده لنا في اي وقت ولجميع الناس اللي كندخلوا الابواب ديالهم. وشكرا للجميع لان خويا صالح سمعنا بالنسبه للمستفيدين من الادويه بالمجان. طبيعي الحال الادويه اللي كنعطيوها حنا بالمجان لان الادويه اللي كنعطيوها ما كتكونش عند وزاره الصحه باش تفهموا. الادويه اللي كتعطي جمعيه الامراض المزمنه ما كتكونش عند مندوبيه الصحه المحمديه، وحنا تنديروا تكميلا لما كتقوم به مندوبيه الصحه المحمديه في التكلفه ديال المرضى لان الامراض المزمنه كتكلف واحد الاعتماده باهظه، وحنا كنقوم بتكميل ديال داك الشيء اللي كتقوم به مندوبيه الصحه المحمديه. هذيك الادويه كلها اللي ما كتقومش بالمستوصفات كتكلف بها جمعيه اصدقاء المشفى مولاي عبد الله، كتشريها بشراكه مع واحد صيدلاني في المحمديه وكنوزعوها على جميع المرضى بشفافيه وتحت اشراف طاقم طبي ممتاز رائع في مدينه المحمديه. ممكن تعطينا تعريف جمعيه اصدقاء مستشفى مولاي عبد الله؟ جمعيه مستشفى مولاي عبد الله هي جمعيه بحالها بحال الجمعيات ولكن هي كتختلف على العمل الجمعوي في المحمديه.
كتقوم بالحملات الطبيه في جامعه الخمس في المحمديه، تقريب التخصصات من المرضى من الجامعات القرويه، وتوزيع عدد من الادويه اللي كيحتاجها كما قلنا الامراض المزمنه، وكتقوم بعمليات تحسيس، وكتقوم بالتنسيق مع مندوبيه الصحه المحمديه جميع المشاكل اللي كيعيشها قطاع الصحه المحمديه، تكميلا لما كتقوم به دور مندوبيه الصحه المحمديه. ممكن نعرف اعضاء الجمعيه؟ اعضاء الجمعيه تبارك الله هما كثر، من بعد غادي نمدك بلائحه كامله باش تعرف اعضاء الجمعيه. اعضاء الجمعيه كيقوم بالاشراف ديالها الطبيب الدكتور معروف الدكتور مهدي الوعي، وهذا شرف لينا لانه باش الطبيب الدكتور الوعي كيقوم بهذه العمليه، وهذه المجهودات كلها اللي كيقوم بها كلها كترجع للدكتور الوعي مشكور، لانه صراحه كيقوم بعض المجهودات الجباره، ماشي زعما والله العظيم كيقوم بعض المجهودات بزاف، وكيبقاو فيه المرضى لانه درجه كيتصل بجميع الجهات المسؤوله باش يلبي الطلبات ديال جميع المرضى اللي كيجيو عند الجمعيه باش تلبي الطلبات ديالهم. ممكن نعرفوا التخصصات ديال الامراض المزمنه كاين في هذا المركز؟ كاين تخصصات القلب، تخصصات جهاز الطب الباطني، تخصصات السكر والضغط الى اخره، طب الراس، جميع التخصصات كاينه في هذا المركز هذه، جميع التخصصات كلها كاينه في هذا المركز، تحاليل طبيه، جميع الامراض كلها كتمر الاذن، الحنجره، الاسنان، جميع الاطباء كلهم كيدخلوا في هذا المركز هذا، لان كتعرف هذا المركز كيلبي طلب حاليا اصبح يلبي طلبات جميع المرضى في مدينه المحمديه. صراحه زعما نتمنى ان شاء الله شي مركز اخر يكون في المجال القروي باش يرفع الضغط اللي كاين دابا حاليا على المركز اللي كاين في امراض المزمنه في البلاد. سؤال اخر اخي صالح تبارك الله عليك ما شاء الله. شكرا اخ خالد، وصراحه شكرا جميع الصحافه اللي حضروا معنا، وحنا الحمد لله ملي كنلقاو الصحافه ديما كتكون في جيبنا وكتشجعنا، هذا التشجيع لنا صراحه ولجميع الفاعلين الجمعويين المحمديين كلهم كيحضروا معنا حتى هما وكيشجعونا، هذا جميع تلقينا في جميع الجامعات الخمس في المحمديه ولا في المحمديه، وشكرا للجميع ونتمنى لكم التوفيق، وحنا راه الاشاره ديال الجميع، جميع الاصدقاء المجتمع اللي عبد الله راه الاشاره ديال الجميع، وجاو تلبي الطلبات جميع المرضى في مدينه المحمديه، وشكرا. لنا الشرف اخي صالح في هذه الدردشه الصباحيه مع الجمعوي ديالنا صالح رزوق ابن مدينه المحمديه وابن حي الرشيديه، اللي الصراحه عندكم غيره كبيره على الحي ديالكم. نحن دعم لكم وانتم دعم لنا ولسكنه المحمديه. بصراحه اخي خالد احنا 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 ما كنكثرناش واحد الفرحه ملي كنشوفوا جميع المرضى كيجيو كيفرحوا وكيشوفوا الطباء وكيحسوا بالمرض ديالهم، حنا كنقوموا بهذاك الحس معاهم لان حنا كنحسوا معاهم كنقولوا بان هذا المرض يحتاج لنا. صراحة نتمنوا جميع المرضى الشفاء الحاج ان شاء الله، ونتمنوا جميع الناس كي يقوموا بهذا الواجب ان شاء الله، الشكر طيب وشكر مشكور من عندنا، لان جميع الاصدقاء المشفى ما كتدق شي طبيب اخترفها سي خالد، جميع الاطباء في المحمديه لا من الطب العام خاص ولا من الطب العمومي، حتى الناس ديال البريفي تيخدموا معنا. هذا الدكتور الواعي كاين ناخذ معاه واحد ممكن دكتور الواعي دكتور ياخذ معاه واحد الكلمه سي هذه تما تما عند واحد. بالنسبه لاخي صالح بغينا نعرفوا كيفيه الاشتغال ديالكم مع هذه الحمله او الطريقه من البدايه الى 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 النهايه. هذه البدايه قمنا بحملات تحسيسيه عبر المستوصف وكتقوم بانه راه ممكن صباح الخير دكتور. صباح الخير. تبارك الله عليكم. الله يخليك. على استقبال ديال المرضى عندي في المحمديه. وحنا متبعين جميع الحملات الطبيه اللي تقوم بها هذا المركز هنا، حملات في المستوى، بغينا واحد الاطلالات ديال الدكتور ديال الوعي عبر المباشر. مرحبا مرحبا بالاخ ديالنا الصحفي المشهور اللي عزيز عندنا واللي ما مواكبنا، وحنا تحت الاشاره ديالو وديال جميع الصحفيين وديال الاعلام ديال مدينه المحمديه، مرحبا بالجميع في جميع الحملات التي تقوم بها جمعيه اصدقاء المستشفى وجميع الحملات التي يقوم بها مركز امراض المزمنه ديال مدينه المحمديه بالمشاركه مع الجميع مندوبيه الصحه وكذلك الفاعلين الاجتماعيين ديال مدينه المحمديه وجميع الجمعيات التي تخدم في هذا الاطار. شكرا دكتور. شكرا. ريحتك علينا صراحه بشد الجميع دكتور الواعي في المستوى، لان اي مريض تجي هذا المركز تيمشي فرحان. هذا الحضور الدكتور ضد الاداره. شكرا دكتور. شكرا صالح رزوق من عينينا. مرحبا بجميع هنا بهذا المركز، معامله حسنه معامله جيده. استاذ صالح دائما
فيها اليوم وتعطيني من البداية إلى النهاية ديال هذه الحملة أخ صلاح. بصراحة أخي خالد هذه الحملة هذه أسبوع حنا تنقوموا بحملة تحسيسية جميع المستوصفات في المحمدية وكنشكر جميع المستوصفات اللي في المحمدية البوط طلب ديالنا وقاموا بواجبهم بدون باللوائح مدة 3 أيام هذه وخذينا اللوائح الحالية عندنا هما هاد المرضى اللي كنشوفهم كلهم جاو عندنا من المستوصفات ديال المحمدية وحتى المرضى اللي كيتردوا على مركز أمراض المزمنة تاهما مشى في العملية هذه. أنا قلت ما يقارب 160 مريض في الحملة هذه ونتمنوا المزيد. إحنا ما عندناش إحنا نقدروا نوصلوا 200 ماشي مشكل والحملة راه غادا مزيان الحمد لله. راه كتشوف راه جميع المرضى تقريبا خداو الموعد ديالهم وداكشي وراه كيتسناو باش يمروا الأمور غادا عملية بأجواء مزيانة وكما كتشوف الأجواء بخير وخير مزيان المستوى. كنشكر جميع اللي شارك معنا وجميع الممرضين اللي كيقوموا في المركز هذا اللي تاهما ساهموا معنا مشكورين ونتمنى التوفيق للجميع أخي خالد. التوفيق أخ صلاح التوفيق. موسى السلام عليكم. السلام عليكم اخ موسى. تحياتي خويا خالد الله يسر الامور. كنشكركم على الحضور ديالكم كاملين للتغطيه ديال هذا الحدث الصحي وكما كنشكروا الطاقم الطبي ديال المركز ديال التشخيص وعلاجات الامراض المزمنه جميع الطاقم لا سواء الطاقم الطبي او الشبه الطبي فتحيه للجميع وتحيه لجميع الحضور حتى الاصدقاء اللي جاوا عاونونا اليوم رغم انهم يعني ما كينتموش للجمعيه ولكن جاوا قدموا خدمات اليوم للناس. علاش؟ حيت هذا العمل عمل انساني وهذه رساله كنبغي نوجهها للجميع ماشي بالضبط غير انت ما كتنتميش لواحد الجمعيه ما تجيش تقدم يد المساعده لجمعيه واحده اخرى لا اي واحد عنده نشاط نجيو نساعدوه ونجيو نعاونوه حتى يستفيد الجميع. تحياتي للاخ اخ موسى. حنا الاشاره ان شاء الله ربي يخليك. الله يحفظك خويا اخ هشام. صباح الخير هشام. صباح الخير هشام. تفضل 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 الصحفي ديالنا المشهور اخ هشام مدير جلاله الشرق حتى هو بدوره جاي يدعم الجمعيه اصدقاء مستشفى معاذ الله. اخ صالح حسن الزوق بالتوفيق ان شاء الله. انتم دعم لساكنه مدينه المحمديه. شكرا اخي خالد وشكرا التحيه وكما تشوف الامور غاده مزيانه ممتازه ونتمنوك التوفيق. وحنا راه الاشاره للجميع اخ خالد شي نقول لهم جميع المرضى جميع الاصدقاء المستشفيات حلوا في وجههم ومرحبا للجميع وكنلبوا طلبات المرضى على قدر المستطاع. شكرا مرحبا للجميع هنا في المركز الردعة. صراحة نشكر هذه الجمعية على هذا العمل الرائع الممتاز. ونكتفي بهذا القدر من هذه التغطية المباشرة. إلى اللقاء إلى موضوع آخر إن شاء الله وجمعة مباركة.